قبل كنت أعمل رياضات كتير مختلفة، بادمنتن، يوغا، ايروبكس، وآخر شيء كان الكروسفيت قبل ما أتعرف على TFW. تعرف عن TFW عن طريق الانستغرام، وأكتر شيء شد لي خلال السيرفينج الترانسفورميشن للناس قبل وبعد، وكان في شوية شوتس على الاكسرسايزز، فأنا كنت عم بحاول نركز على جيم أو مكان ألعب فيه رياضة ما ياخد وقت طويل، خصوصاً أنه كان عندي مولود جديد. أول يوم دخلت TFW دوجو استغربت لأني ما شفت ماشينز مثل أي دوجو تاني، وكان التمرين هو الهوريكان، كمان كان أول مرة بسمع شيء اسمه هوريكان، بس كان تمرين رائع وممتع جداً، خصوصاً مع البارتنرز اللي كانوا طول الوقت عم بيشجعوني ورجعوا لي ثقتي بنفسي. بعد شهر من اشتراكي جبت بنتي عمرها 12 سنة، لأني حسيت البروغرام كتير سيف والكوتش كان أسيست هير وفيها تعتمد عليها. كيف أنت لقيتي التمرين بعد شهر؟ I could rely on the coaches and I never got bored because the program changed each day. I never got bored. Every day was a new challenge to face. The coaches helped me because they encouraged me to do the right routine, and if they saw any mistake they taught me how to do the right way to do it so I can't hurt myself and do it correctly and effectively. وطبعا انا بعد الولادة المولودة الثالثة كمان ساعدوني ترجع جسمي فت وعضلاتي to recover ويرجعوا strong، يعني slowly as before maybe better. بعد فترة من وجودي بالجيم وبالترينينج طبعاً نحن بنعطي موتيفيشنال هينتس بيفور الكلاس، فمرة كوتش لوري كانت واقفة وعم بتقول أنه نحن بنفضل يكون في عنا كوتش من ضمن الستودنتس تبعوتنا، من ضمن الواريورز تبعوتنا، ووقتها أنا كثير لمعت الفكرة براسي، كنت بتمنى أنه أنا أكون من ضمن الستودنتس أو الكوتشز الموجودين في TFW Big Family. بعد ما صرت كوتش طبعا الموضوع صار اصعب نوعا ما، لانه صار عندي مسؤوليه اكبر سواء كان بالدوجو او باتجاه عائلتي، وصار في عندي مور كونفيدنس وثقه اكثر بنفسي، بلس انه النيوتريشنال تيبس والموتيفيشنال تيبس هذه حتى مش انا بس اطبقها بالدوجو، حتى على اسرتي النيوتريشنال تيبس هذا نظام حياه نحن بنعيشها، لانه TFW از فور لايف، مش بس نحن سيستم بنطبقه بالجيم وبرا الجيم بنتركه. ايفن الموبيليتي يوز ات انسايد ذا دوجو اوتسايد ذا دوجو. Reading, I support also the students to read more. عم حتى نتبادل مرات الكتب. By joining TFW, I set new goals for myself in the future. I want to gain more speed, more strength, more muscle, and to build up my confidence. TFW is a system for life. It's a food for mind, body, and spirit. I need everybody to surf on TFW website and see how the transformation system is working. And trust us.